الاتحاد المغربي للشغل يجمعنا. نحن أزراء القطاع الخاص ندعو جميع العمال إلى التصويت على لائحة الاتحاد المغربي للشغل لمناديب العمال من أجل مواصلة الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة. مناديب ملتزمون أكفاء أوفياء في خدمة شغيلة القطاع الخاص. مناديب لخدمة الأجراء لا لاستخدامهم، وذلك من 10 إلى 20 يونيو 2021. أيتما استماء صوتت في اللائحة لمناديب الاتحاد المغربي للشغل لتستنين سنزها الحفاظ على الأمانة والوفاء. عاش الكفاح العمالي، عاش الاتحاد المغربي للشغل، وشكرا لكم.